يتذكر أبناء مدينة عتق مركز محافظة شبوة اللحظات الأولى لاجتياح المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. ففي مثل هذه الأيام من أبريل العام المنصرم اجتاحت الميليشيا المدينة، وذلك بعد نحو أسبوعين من سيطرتها على بيحان وأجزاء من المديريات الغربية. هكذا بدأت شوارع المدينة حينها، وهكذا بدأت المحلات التجارية. لا شيء يتجول في شوارعها سوى دوريات الميليشيا وشبح الخوف، مشاهد ما تزال حاضرة في الأذهان. هناك مؤشرات لسقوط المدينة كانت من الليلة الأولى، وهي النهب والسلب والفوضى التي حدثت داخل المدينة، ثم هروب عدد من المساجين من السجن المركزي، وأيضا الحدث الأكبر هو أن جنود اللواء الذين كانوا التزموا بتطويق المدينة وحمايتها، فكانت المفاجأة بأن كان احتلال المدينة من الداخل. تواطؤ قيادات عسكرية بارزة سهلت للميليشيا دخول هذه المدينة، مثل ذلك حدثا مزلزلا بحد ذاته في محافظة تحوز على أعلى نسبة من السلاح، لكن السلاح لا يكفي وحده دون امتلاك الخبرات القتالية التي كانت تتمتع بها الميليشيا المسنودة بألوية الحرس الجمهوري التابع للرئيس المخلوع. وعلى الرغم من الانتقادات التي صاحبت اجتياح المحافظة، إلا أن ثمت معارك شرسة خاضها ابناء شبوة ضد الميليشيا منذ أول لحظاتها حتى اليوم. اليوم هذه المقاومة عندما استفادت من التدريب العسكري والتحقت بالألوية العسكرية، هي الآن نفسها تخوض معارك شرسة في بيحان وفي عسيلان ضد الحوثيين، وأصبحت اليوم تستخدم التكتيكات العسكرية التي كانت تفتقدها الأمس. إذن هكذا بدأ المشهد بعد مرور عام على الحرب، وبات الحديث عن انكسار جبهة شبوة مع بداية الاجتياح غير مقدن، إذ شهدت الأسابيع الماضية تغيرا في الموازين بعد اندلاع معركة التحرير الأخيرة في بيحان التي أحرز معها الجيش الوطني والمقاومة تقدما في مختلف الجبهات. لم يعد أمام أبناء شبوة إلا انتظار نتائج محادثات الكويت وحسم معركة التحرير في بيحان والاستعداد لمعركة بناء الدولة والمساهمة في ترميم ما خلفته الميليشيا من دمار. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة.